السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي برنامج بدون أهداف على قناة الصحة والجمال، أهلا بكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون أهداف. يسعدنا النهاردة أن يكون معايا كالمعتاد الأستاذ محمد رمضان، الإعلامي والإعلامي الأول في مصر، وأنا مصمم عليها وهو بيضحك. اهلا بك يا استاذ محمد. استاذ شريف اهلا بيك، مساء الفل عليك. انا يسعدني اكون موجود معاك في البرنامج، ويسعدني ان دي تاني مره تتكرر. انا ابسط من كده وانا بتعلم منها يا استاذ شريف. ويسعدني ان يكون معانا النجم، يسعدنا ان يكون معانا النجمه المتعلقه جنه. ازيك يا جنه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. لسه بتتكسف من الحلقه اللي بتتكسف برضه. النهاردة هنكون حلقة مميزة جدا ومختلفة، لأن ضفنا نجم من نجوم مصر الكبار، نجم من نجوم جيل كاس العالم 90 مع الراحل محمود الجوهري، وهو اللي عمل الكورة للكابتن حسام حسن، طبعا كلكم فاكرينها، واللي حصل بسببها على ضربة الجزاء أمام هولندا. نجمنا النهاردة هنفتح معاه ملفات كتير، وكمان نتكلم عن ذكريات كاس العالم 90 و علاقته بالكابتن محمود الجوهري، الكابتن هشام يكن. اهلا يا كابتن هشام. اهلا بيك يا استاذ شريف، واهلا بيك استاذ محمد رمضان وجنه الاموره. وطبعا انا سعيد ان انا معاكم في البرنامج. لا انت منورنا. اهلا بيك. اهلا بيك. انا يسعدني ويشرفني ان اكون موجود معاك في الحلقه. حبيبي ده حرك قيمه كبيره واضافه كبيره لاي مكان. قيمتك ككابتن في نادي الزمالك، قيمتك كلاعب دولي، قيمتك كخبره من جيل وصل كاس عالم، حاجات كتيره جدا. ده يشرفني ان اكون قاعد معاك على مائده في نفس الوقت يا كابتن هشام. انا سعيد بيكم. الله يخليك كابتن هشام. أيوة. عايزين نبدا البدايه من بيتك بقى، مش بيتك نادي الزمالك. انت يعني مروا عليك مدربين كتير جدا في نادي الزمالك، كل مدرب اكتسبت منه حاجات وخبره. عايزين يعني اجابه غير دبلوماسيه، احسن مدرب اتعاملت معاه كان مين؟ بص انا هقول لك على حاجه. طبعا يعني احنا تاريخ نادي الزمالك ان انا فعلا اتدربت على مجموعه مدربين سواء اجانب او مصريين، وكلهم كانوا ليهم بصمات كبيره جدا في حياتي. طبعا هي دايما بتبقى في حاجات ليها ثقلها. يعني لما تيجي مثلا تلعب في كاس عالم وتروح وتعمل طفره في الوقت ده، وتكون واخد من احسن 5 مدافعين في العالم في الوقت ده في المركز بتاعي، ان انا اخدت 5 احسن افضل سيرد باك على مستوى العالم على مستوى 24 فريق وفي كاس عالم. فطبعا دي حاجه الواحد بيعتز بيها. فاكيد طبعا لازم يكون في بصمه اتعملت، ما مش هتيجي كده بس لمجرد ان انا اديت اداء. لا، الاداء ده بيجي نتيجه تدريبات، والتدريبات دي جت نتيجه انك انت ابتديت تستمع للمدير الفني بتاعك، فابتديت تطبق. فلقيت نفسك انك انت النهارده مثلا لما بيشتغل الكابتن الجوهري اشتغل معانا وطبق الشغل بتاعه عليا او على الفريق عامه، انا بتكلم عشان عليا شخصيا، يعني ان هو طبق النواحي الخططيه وانا قدرت انفذ جزء منها، وقدرت ان انا اعمل بصمه كبيره في كاس العالم. فطبعا ما اقدرش انكر دور الكابتن الجوهري في الحته دي، حته ان هو كان افضل مدرب. لكن لما هنيجي نقول اتعلمت، اتعلمت من كل المدربين كلهم على مستوى عالي جدا، ما مفهومش. وطبعا يعني انا بعتبر ان اميزهم طبعا الكابتن ابو رجيله. ربنا يديله الصحه. الكابتن ابو رجيله هو سبب وجودي مع فريق نادي الزمالك واقتناعه التام بيا في وقت انا كنت فيه كان صعب جدا ان انا اشارك مع فريق نادي الزمالك، لان زي ما تقول انا جيت من البيت. يعني انا جيت من البيت ولعبت كوره. فطبعا لما تيجي من البيت وتيجي تلعب كوره مره واحده تلاقي نفسك في وسط نجوم عمالقه كبيره جدا في الوقت ده، ابراهيم يوسف وفاروق جعفر وسعيد الجدي وجمال عبد الله واحمد عبد الحليم، نجومنا الكبار. وكان معانا عادل مأمور وفي محمد صلاح.
كلهم كانوا مميزين. وبعد كده لعبت في الوقت ده كان كابتن جمال عبد الحميد كمان انضم من النادي الاهلي جه نادي الزمالك. فطبعا لما تيجي تلاقي نفسك في وسط كوكبه كبيره جدا، مجدي شلبي، عادل عبد الواحد، ناصر ابراهيم، كل دول جيل كان عمالقة في الوقت ده، يعني لعيبه كويسه جدا. فلما تيجي تدخل النهارده وتلاقي نفسك ان الكابتن ابو رجيله بيجي النهارده بيحطك في وسط المجموعه دي. على فكره انا لعبت مع اصعب لعيبه سرد باكات، يعني دخلت شاركت معاهم، دخلت في منافسه معاهم وانا لم اشارك قبل كده، يعني في قطاع الناشئين عدد ماتشاتي لا تقل عن 7-8 مباريات على مستوى 10 سنين في قطاع الناشئين. يعني انا لعبت في كل المستويات، كنت احتياطي دايما. لكن لما تيجي النهارده تلاقي نفسك في وسط عمالقه وبتلعب معاهم، وبتكون اول ماتشاتك المصري بورسعيد، الصفاقس في تونس، الماتش الثالث الاهلي في استاد القاهره. يعني بادي حياتك بثلاث ماتشات. الاسماء اللي بيقولها كابتن هشام اسماء ما شاء الله، جيل عظيم، جيل كبير. هو قال جمله بس هقول انا من وجهه نظري. حد بيسالني في مره بيقول لي ايه رايك في الكابتن هشام ياكل، من فتره، من سنين يعني. قلت له انا عاصرته فتره بسيطه وانا بتفرج على كوره، بس هو كانت المقوله اللي انا اقدر اوصفها بيه، يا اللاعب يعدي يا الكوره تعدي يا الاثنين ما يعدوش. يعني ممكن اسيب اللاعب يعدي بس الكوره ما تعديش، اسيب الكوره تعدي بس اللاعب ما يعديش، يا الاثنين ما يعدوش خالص. انا هقول لك الاسباب. طبعا هي في حاجه مهمه جدا طبعا كانت بتخليني ان انا اقوم بدور كبير جدا في الوقت ده او جهد عالي. احنا كنا بنلعب باربعه، يعني مساك وليبرو. المساك في الوقت ده. انت النهارده الكوره اتطورت، حته ان يلعب باتنين ورا بقت الاتنين بيمسكوا. يعني احنا كنا زمان لا، ابراهيم يوسف ما عندوش حته انه يقدر يمسك. كان طبعا، لكن عنده حته التغطيه رهيبه. ما انت وصلتني لسؤال بقى. ما هو ما انا هفهمك ليه احنا ليه الناس يعني لازم تفرق بالحته دي. ان انا معايا لعيب اللي بيلعب ورايا سواء اشرف قاسم او اسماعيل او ابراهيم يوسف او ايا كان لعب في ظهري في الوقت ده، عليك فمطمنة. كان بيبقى عمليه التغطيه عنده اعلى من حته المنتومين. انا بلعب منتومين، تخيل بقى بتلعب بعرض ملعب بطول ملعب. مين؟ يعني كانا لا لا انا مين بقى، انا كده هوصل لسؤال. اكيد انت في الجيل بتاع حضرتك، الجيل الذهبي، وصل كاس عالم 90 لحد دلوقتي، طبعا بتتابع مباريات، بتتابع كره، مين اللاعب ان كان في جيل حضرتك او في الاجيال اللي بعد كده او في الاجيال اللي قبل كده شفته كان نفسه ان انت ايه، يا ريتني كنت العب معاه او يلعب جنبي او يلعب قدامي او يلعب بس يلعب في التيم اللي انا موجود فيه؟ انا لعبت معاه. مفيش حد ما كانش نفسك تلعب كوره تقول يا ريت ده كان موجود في جيلي؟ حتى افضل لعيبه لعبت معاهم، افضل لعيبه في المركز دي. طب مين في الجداد؟ خلينا لا كلهم لعيبه كويسه على فكره، عشان بس برضو اللعيبه كويسه. بس انا عايز اقول لك ايه، بيختلف على فكره. هو خد المقوله يا استاذ شريف، الرد دبلوماسي. لا 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 لا, لا بص انا هقول لك على حاجه. اللي انا لعبت معاهم مين زي ابراهيم يوسف؟ مفيش عملاق في الحته دي. طب ما فيش اي لاعب في اي مركز. مين زي اشرف قاسم البرنس في ال طب ما فيش حتى حارس مرمى، ما فيش مهاجم، ما فيش لاعب خط نص. مين زي هاني رمزي؟ ما فيش في الحته لما لعب بالظبط. لا انا لعبت مين زي ربيع ياسين لما شارك معانا في كاس العالم في الظهير ده، عبد الغني واحمد شوبير. لا يعني انا بتكلم في المكان اللي احنا شاركنا فيه. انت اخدت لعبت مع افضل لعيبه، عايز ايه اكتر من كده؟ صرف النظر اللي شاركوا معايا، ما هو طلع لي سامي الشيشيني وطلع لي اشرف قاسم. لا اشرف قاسم كان موجود معايا. طلع لعيبه كتير ومعتمد جمال، وانا يعني لعب معايا لعيبه كتير قوي. بس يعني عايز اقول ان كان الافضليه النجمين دول كانوا كويسين، الباقي لعيبه كويسه جدا بس ما خدوش الوقت الكافي ان هم يشاركوا معايا اكتر من كده. لان انا لعب جنبي 15 سرد باك، 15 ليبرو. يعني من اقوى الاسماء. انت متخيل انك انت بتلعب جنبك 15 ليبرو؟ انا الوحيد اللي بلعب
وال15 نبلو بيتغيروا عليا. ما شاء الله. بس مفيش لاعب كنت تتمنى انه يبقى يكون موجود معاك في تشكيله، حتى لو لاعب حاليا كنت تتمنى انه يكون موجود معاك في تشكيله؟ بص اللعيبه الكويسه جدا يعني انا في المركز في مثلا في الزمالك عندي محمود علاء لعيب كويس جدا ممتاز. يعني من اللعيبه علي جبر من اللعيبه الكويسه جدا، بس انت عارف ايه، اكيد كل واحد فيه ميزه وفيه عيوب. العيوب ممكن يتداركها اللعيبه يعني انت فاهم، هيبقوا افضل مع الشغل يعني. لو ما كنتش لعيب كره قدم يا كابتن كنت تحب تبقى ايه؟ غير لعيب كره. بص جالنا جايبه اسئله ايه بقى بتجيب من الشركه. عايزين اشتغل ايه؟ طيب انت عايز ايه؟ طيب انا يعني لو ما كنتش ابقى لعيب كوره كنت احب ان انا يعني اطلع مهندس ديكور، بحب قوي بحب اقعد العب في البيت شويه. كلنا هذا الرجل دلوقتي. لا انا لا في الوقت ده كنت يعني بحب حته الديكور، يعني احب اشوف البيت او البيوت او الاماكن الديزاين بتاعها واشتغل. يبقى ناخد تصريح من الكابتن هشام، لو ما كانش طلع لعيب كوره كنت كان هيبقى مهندس ديكور. يعني كنت زمان بحب قوي الموضوع ده. انت خدت منه مع اني كنت داخل ادبي خدت منه تصريح علني. طب يا يعني كابتن هشام في لاعب كنت دايما يعني تحب تلعب بجنبه هو كل لعيبه طبعا اللي معاه في جيلك كانوا يعني ناس افزاز بس مين اكتر لاعب كنت تحب تلعب تستريح وانت بتلعب معاه؟ لا الراحه كلهم كان ليهم من ميزات العاليه في التغطيات. انا كنت بقوم بدور واحد كان بيعجب دايما المدربين، وهو ان انا دايما اذا ما كنتش اقدر اقطع كوره فانا لازم اعمل حاجه اعطل اللعيب بيها المجرب. لكن على فكره تعال نبص الاجمالي الاحداث بتاعتي. يعني انذارات هتلاقيها قليله جدا، طرد ما خدتش غير طرد واحد في ماتش اهلي وزمالك، مع ان مركزك كان يعني لازم تتوقف فيه كتير. لكن في السنه بقف مباراه واحده. يعني اذا كنت باخد انذارين وبتوقف مباراه يعني انت فاهم، ده اقصى حاجه كانت بتحصل. لكن الطرد اخدت طرد مره واحده وما كانش يعني عارف زي ما تقول ايه، اتنرفزت على اللعبه فطلعت شكلها وحش قوي. انت مره يا كابتن اتطردت في ماتش اهلي وزمالك؟ ماتش الزمالك. ما هو الماتش وكسبنا الماتش ده يعني وكسبنا يعني ايه. طيب انا ما بحبش الاجابات الدبلوماسيه. لا ده مش دبلوماسي. انا هقولك انا بقولك انا اخطات. لا لا ما بتكلمش على الطرد بس عايز الرد للسؤال ده مش دبلوماسي. ايه اكيد انت وانت بتتفرج على كوره ان كان زمان او دلوقتي عشان انت زملكويتك وانت زملكاوي بتحب الزمالك. محمود علاء. لا مين اللاعب اللي ما راحش الزمالك او ما لعبش في الزمالك كنت تتمنى في يوم من الايام تشوفه في الزمالك، ان كان من الجيل السابق او من الجيل الحالي او في اي جيل؟ كنت اتمنى يهاني رمزي يا ربيع ياسين. يعني رمزي او ربيع ياسين مفيش حد تاني يعني هم دول كانوا يعني اللعيبه اللي كانوا موجودين وكانوا ليهم الافضليه في الوقت ده. يبقى في الجيل السابق هاني رمزي ربيع ياسين كنت اتمنى يلبس شيرت الزمالك. طب من الحالي او من الفتره القريبه؟ بص الحالي اللي هم اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي يعني انا بقول لك ايه، اذا كان علي جبر في لما كان في الزمالك كان المستوى الفني بتاعه. مين لبس تيشيرت الزمالك كان نفس الكابتن هشام يروح ان هو يروح الزمالك يلبس تيشيرت نادي الزمالك؟ كنت نفسك تشوفه في الجيل الحالي. في الجيل القديم عرفنا هاني رمزي وربيع ياسين. في الجيل في ما قبل اللي هو جيل حسن شحاته كنت تتمنى مين؟ وفي الجيل الحالي تتمنى مين؟ جيل حسن شحاته؟ لا جيل حسن شحاته ما كنتش يعني حته الاقتناع بالبوزيشن ده كانش موجود يعني قليل قوي اللي بيلعب فيها على مستوى عالي جدا. لا مش شرط المركز بتاع حضرتك. لا انت عايز تتكلم على لعيبه كبيره؟ على لعيبه. لا ما انت هتتكلم في حد يتكلم على حسن شحاته وعلي خليل وفاروق جعفر والخطيب. لا انا بتكلم لعيبه يعني مثلا الزمالك. هل حضرتك كنت تتمنى الخطيب يلعب في الزمالك؟ طبعا اكيد. ايوه بس انا عايز لعيبه ما راحتش الزمالك ما لعبتش في الزمالك كان يتمنى كابتن هشام يلعب في الزمالك. الخطيب طبعا اتمنى انه يلعب. عبد الشافي. عبد الشافي. طبعا. ايه يا طب من جيل حسن شحاته؟ من جيل حسن شحاته؟ مش من جيل كلعيبه. لا جيل منتخب حسن شحاته. ابو تريكه. ابو تريكه اكيد يعني. بص الجيل الحالي
الجيل الحالي في النادي الاهلي مش شرط النادي الاهلي في اي مكان. ما اصل بص الافضل اصل انت هتروح لمين تاني؟ ايه الانديه اللي فيها اللعيبه المميزه بتتخطف للزمالك والاهلي؟ طب في الجيل الحالي من النادي الاهلي مين تتمنى ان يروح نادي الزمالك؟ في طبعا لو كان يعني السن صغير ونرجع باللعيبه اللي هي في احمد فتحي وفي حسام عاشور وفي مع انهم بيتعاقدوا يعني الزمالك سمعت انهم بيتعاقدوا وانا يعني انا عايز اقول لهم نصيحه عامه للزمالك والاهلي او اللعيبه الكبار زمالك واهلي ما تروحش النادي العكسي اللي هو بتاع ده اي لاعب يلعب في الزمالك ويعتزل او سنه كبر وعايز يروح يشارك يكمل مسيرته ما يكملهاش النادي الاهلي ونفس بالعكس. العمليه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده هتدي ايه اكتر من اللي عندك؟ طب يا كابتن واحد حبيبك عايز يعمل لك مداخله تليفونيه. اهلا وسهلا. ايوه كابتن اسماعيل ازيك؟ اهلا اهلا يا استاذ، ازيك انت وازي اخبارك؟ الحمد لله الله يحفظك. عامل ايه؟ الحمد لله. لا كابتن اسماعيل الحمد لله. صوته باين طبعا. معاك انت كابتن مصر وابن كابتن مصر. حبيبي يا كابتن اسماعيل. حبيبي يا كابتن. الو كابتن اسماعيل. طيب ما يرجع لنا تاني. يا ريت يرجع لنا تاني كابتن اسماعيل. طيب عايزين نسالك حاجه يا كابتن. احنا عايزين سؤال زي اللي فات كده. ايه؟ لو كنت الزملكاوي كنت تحب تبقى ايه؟ زملكاوي بقى. بص يعني ما هو الزملكاوي ما هي هطلع زمالك اهلي معظم الجماهير او البتاع منقسم للزمالك والاهلي. الا اللي هم اللي بيعيشوا في الانديه اللي هي مثلا زي اسكندريه هتلاقيهم برضو هتلاقيه يقول لك انا اهلاوي اتحداوي انا زملكاوي اسماعيلاوي يعني هتلاقي ال حته الميول للزمالك والاهلي هي اللي واخده الشعب فهنتكلم على الناديين اللي هم دول افضل ناديين المفروض يعني ان هم كابتن هشام لما كانش زملكاوي كان بقى اهلاوي ده الرد اللي حضرتك قلته. انا بقول له يعني ها بقول ايه لو انا النهارده ما طلعتش زملكاوي كنت بالاول اكيد كنت هطلع اهلاوي. انا ممكن اسال السؤال كابتن يكن هو اللي خلاك زملكاوي؟ لا انا اتولدت لقيت نفسي في نادي الزمالك اتولدت في بيتي يعني يبقى الاجابه هو لو ما كانش زملكاوي يبقى زملكاوي. طب رجع معانا الكابتن اسماعيل تاني. اه كابتن اسماعيل الو الو الصوت هو كابتن اسماعيل انت زعلت مني ولا ايه؟ حبيبنا كابتن اسماعيل من الشخصيات المحترمه جدا ومن الشخصيات اللي قعدت معاها عرفنا عليه كابتن شريف من الشخصيات المحترمه جدا وقيمه عاليه جدا 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 يعني تحياتي ليه. انا كنت بتكلم على حته اللي هي انتقال لعيبه الزمالك والاهلي الى الانديه لبعضهم وخصوصا في السن الكبير يعني النهارده في قضية طرحة موجودة أحمد فتحي وحسام عاشور نجمين كبار أدوا ما في وسعهم للنادي الأهلي وأدوا لمصر حاجات كتير جدا بصراحة وعملوا بتاع لكن أنا لما أجي أقول النهاردة كحاجة من جوايا بقولها للعيبة الكبار عامة سوى الزمالك أو الأهلي ما ينفعش شيكابالا النهاردة يعتزل يروح النادي الأهلي صح ما ينفعش النهارده حسام عاشور كابتن النادي الاهلي اشوف في الزمالك ما ينفعش اشوف احمد فتحي موجود كابتن النادي الاهلي يبقى في الزمالك ما ينفعش ليه لان هم خلاص عدوا مرحله اثبات الوجود فهم في مرحله زي اللي هي ايه زي ما تقول ايه اللي هي نهايتهم الكرويه خلاص بقى يعني بس مش هيدي اكتر بس من كده سنه او اتنين حتى انا مش مختلف الكلام ده جميل جدا وكلام رائع لكن بس هنيجي نتكلم من الناحيه الماديه فين مش من الناحيه الماديه الكلام ده كان في الجيل بتاع حضرتك والجيل اللي بعده اللي قريب من جيل حضرتك ان هم عندهم حب التيشيرت وحب الفانله والانتماء والاخلاص والنادي طب تعال نفكر لكن الموضوع تحول لاحتراف موضوع عصام الحضري لا ما هو مختلف عن لا ما فيش حاجه ما هي نفس الموضوع سلاح برضه بسنه كبير وانتقل بتاع ده عصام الحضري نجم كبير ملاي افضل حارس مرمى جه في تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا كمان عمل تاريخ وانجاز رهيب وكله كان عن عصام الناس اللي انا بحبهم طب الكابتن اسماعيل سليم رجع تاني يا كابتن هنصفر كده في التليفون طب يا شباب يا ريت انتوا تتصلوا بيه من التليفون معانا كابتن اسماعيل
يا دكتور. ايوه استاذ شريف ازيك؟ ايه انت زعلت من كابتن هشام ولا ايه؟ انا اقدر الا كابتن هشام وابوه. حب الله كابتن ياكل. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن هشام ازيك يا حبيبي؟ انت عامل ايه؟ كله تمام يا كابتن الحمد لله. انا الحمد لله. انت التاريخ انت وياكل. والله كابتن ياكل ما كانش يحب يقول غير كلمه ياكل. يقول لك قول يا كان تعرف ملك التغطيه، تعرف كابتن مصر، تعرف كابتن الزمالك عضو مجلس الاداره، تعرف تاريخه في الامارات، تعرف بطولات. فكلمه كابتن يا كان دي يعني ما فيش في مصر غير يا كان واحد على فكره. حبيبي يا كابتن اسماعيل، وطبعا حضرتك من الناس القامه الكبيره بتاعتنا. ربنا يبارك فيك يا هشام. انت عارف معزتك ومعزه بابا عندي شكلها ايه. الله. طبعا طبعا. وعلى فكره الناس ما تعرفوش ان الكابتن ياكل من اعلى واقوى وارجل الناس اللي انا قابلتهم في حياتي الرياضيه كلها. الله يخليك يا كابتن. وانت طبعا لا تتخير عنه. لا احنا 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 يعني مش هنيجي جزء بسيط منه، لكن الحاجه الحلوه ان احنا اتعلمنا الولاء بس يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني انت امتداد لاسره كبيره قوي في نادي الزمالك، وانت ركن كبير جوه النادي انت وكابتن ياكل. الله يخليك. احنا اتعلمنا من الكابتن ياكل الرجوله على فكره. الله عارف يا كابتن. وبعدين الناس ما هياش عارفه ان الكابتن ياكل ده كان كابتن مصر وكابتن المنتخب العسكري وعضو مجلس اداره في نادي الزمالك ورئيس اللجنه الرياضيه، وتاريخ ملوش قدم النادي. مات في النادي يا كابتن. مات في النادي. ما يعني الكابتن ياكل مش هي يعني كتاريخ. احنا بنتكلم كعائله كرويه. انت عارف ان احنا خدنا تلتين دوري نادي الزمالك. ربنا يرحمه يا كابتن. تلتين دوري نادي الزمالك. عائلة يكن. عائلة يكن. احنا اللي واخدين 8 دوري. عائلة يكن تحصل على 8 دوري. يا كابتن هشام، كابتن يكن ده رمز من رموز نادي الزمالك. ويعني هو يعني بص هقول لك على حاجه. يعني طبعا الكابتن اسماعيل عشان حبه للكابتن يكن طبعا، وانا عارف، لان الحب ده ما بيتصنعش. صح. يعني لا طبعا. كابتن اسماعيل بيتكلم من قلبه لانه عاش فتره من احلى فترات. انا عشت مع تحت المدرجات يا شاب. انا عشت مع بابا تحت المدرجات. ايوه طبعا يا كابتن. ما انا بقول لحضرتك انا عشت الجيل اللي شال الطين نادي الزمالك. يا كابتن انتوا شلتوا حاجات كتير يا كابتن. ويعني هيجي اليوم ان شاء الله باذن الله ان احنا هنرجع معززين مكرمين بشكل. لا باذن الله. وانت معزز في كل حته يا كابتن هشام. انت معزز في نادي الزمالك وبره نادي الزمالك. انت معزز على مستوى مصر كلها والوطن العربي. معلش. انت عشت في الامارات وعشت في كل البلاد العربيه. احنا كابتن يعني مشكلتنا الوحيده ان احنا هنا في مصر يعني الناس اللي بتبقى يعني مش عايزين نخش في احاديث او حاجات جانبيه، لكن اللي انا عايز اقوله ان نادي الزمالك ما بيتغيرش. نادي الزمالك ده بيتنا، وفي الاول وفي الاخر لازم وهيفضل ان شاء الله. بالظبط. وشبابنا الجديد على فكره، عشان بس في ناس مش فاهمه يعني ايه نجوم ضحت وعملت في نادي الزمالك حاجات كتير. انا بقول ان الناس التاريخ سواء في الباسكت والطايره والهاندبول والكوره والالعاب القوه والسباحه والحاجات دي كلها، الاجيال القديمه دي لازم تتشال على الراس، لانها هي دي اللي بنت النادي. يعني هم دول متشال على الراس يا كابتن هشام، والجمهور عارف ده كويس جدا. لا 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 لسه لسه في ناس ما تفهمش. لا 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 الجمهور والله عارف. السوشيال ميديا، اسمع بس اللي انا بقوله لك. السوشيال ميديا هو التاريخ بقى. احنا واجب علينا نذكر كل التاريخ اللي فات. لازم التاريخ الناس تذاكره كويس، اللي هم الشباب اللي طالع الصغير اللي ما يعرفش نوصله للناس يا كابتن هشام. احنا كل واحد عنده معلومه عن نادي الزمالك يحطها ويضيفها على السوشيال ميديا. بالظبط. باذن الله. باذن الله. يعني النهارده الكابتن يكن ده حاجه مش عاوز اقول له. يكن وهشام والناس دي كلها دول اجيال واجيال واجيال. طبعا يا كابتن طبعا. بتسلم لبعضها. والتاريخ ما بيجيش بفرض بيعمل تاريخ. اكيد. التاريخ بيجي على حقبه كبيره جدا. احنا من ايام الفراعنه و7000 سنه قبل التاريخ. طبعا يا كابتن. يا كابتن اسماعيل. وحشه الله قريب جدا يا وانت انت وسياده اللواء بكر سليم. ماشي هجيبه معايا وانا جاي ان شاء الله. خلاص في انتظارك يا دكتور. كل سنة. نورتنا يا كابتن وسعداء بسماع صوتك. انا سعيد.
سعيد بيك وسعيد بالكابتن هشام يكن ده حبيب. كابتن مصر والزمالك حبيبي يا كابتن حبيبك ربنا يبارك فيك الف شكر يا كابتن تحياتي معانا ابو اميره من الاردن الو ابو اميره مساء الفل شكرا ابو اميره حاول تاني طولنا طيب. عليك معلش طب يا كابتن هشام لا انا ليا بس تعليق كابتن هشام يكن كابتن نادي الزمالك انا اهلاوي على فكره والجماهير عارفه ان انا حبيبي كابتن هشام يكن كابتن نادي الزمالك منتخب طب كويس اهو منتخب مصر في كاس عالم شرفنا كاس عالم 90 هيفضل يوازن لك كابتن كبير وكابتن كبير قامه وكبير مقام عند الناس كلها وتكفي اللقطه الشهيره الضرب نزلت عداله السماء على استاد باليرمو الجمله دي اتقالت اخر حد لمس الكوره قبل الكوره دي كان كابتن هشام يكن يعني قيمتك موجوده وموهبتك موجوده وسط الظل دائما اذا ذكر كابتن هشام يكن على طول نادي الزمالك بيجي حبيبي انا بس عايز اكمل برضو موضوع اللي هو حته النجوم الكبار وحته ان هم فعلا دورهم ايه وبتاع الناس خلاص اتعودت عليهم عشان كده انا مش عايز ايه النهارده احمد فتحي هيروح نادي الزمالك هيعمل ايه هيضيف ايه اكتر من كده وبعد كده بس ما على نفس المقياس حسام وابراهيم كابتن حسام وكابتن ابراهيم راحوا الزمالك في نفس السنه بنفس الطريقه بس هو الموضوع الملف مختلف انا عارف ان الملف مختلف بس راحوا قدوا في الزمالك بص القصه يعني انت فاهم عايز اقول ايه ما يعني عايز اقول ايه ان ده ممكن ما يكررش يتعمل في حاله لا وبرده يا كابتن هشام جمال عبد الحميد برده ما لو هتتكلم ما كابتن ياكن جاي من النادي الاهلي على فكره انا مؤيد كلامه جدا على فكره كابتن هشام مؤيد كلامك جدا انا عايز اقول بس ايه بس انا بتكلم إن احنا في مرحله احترافيات الاحتراف دلوقتي النهارده هتقدم ايه انت هتيجي من النادي الاهلي وهتسيب تاريخك اللي عملته في نادي الاهلي وبعد ما تيجي تعتزل عايز تشتغل في التدريب ولا هتشتغل في الاهلي ولا هتشتغل في الزمالك هو كابتن هشام كابتن هشام عايز يقول لك ايه بص فيما قبل كابتن عصام الحضري مش عارف يخش النادي الاهلي وهو يستحق انه يخش النادي الاهلي وهو عصام من الناس اللي انا يعني في بعض الناس كتبوا حوار في في في, في احدى المجلات باسلوب مش ظريف انا بقول انا كنت اتمنى ان عصام الحضري ينهي حياته كلاعب بالنادي الاهلي مش عايز ينهي حياته كلاعب روح العب في اي نادي مش الزمالك هو ده اللي انا عايز اقوله يعني احمد فتحي عايز يروح يلعب دلوقتي ويؤدي بشكل زي كابتن وليد صلاح الدين بالظبط اطلع روح العب في نادي تاني ما تلعبش في الزمالك لان القياسات هنا هتختلف صح انت دورك طب لما هتيجي تقعد النهارده احتياطي والنهارده هل النهارده اللي هيجي في لعيب في الزمالك هيجي هيرضى ان هو يقعد لاحمد فتحي او هيحصل بتاع ده لازم هيحصل صراعات غير مقصوده عشان كده انا بقول ايه ان لما جه عصام الحضري ما كانش هيثبت اكتر من اللي عمله لانه هو ادى احلى حاجه في الدنيا فبقى اعظم حارس مرمى جه في افريقيا وفي نادي يعني ومنتخب مصر فاهم فخليك الناس تبقى دايما الحته دي لما جيت النهارده انت شاركت سواء هنا او هنا او هنا اللي حصل المعدلات قلت القصه هنا انا عايز احافظ على عصام مش عايز احافظ على وهو كابتن عصام الحضري برضو بيأيد كلام حضرتك وهو كتب تويته او بوست على الكابتن احمد فتحي قال له اتمنى ما تغلطش غلط فيما معنى البوست بالزبط. ما تغلطش غلطتي ويا ريت تختم حياتك كلها في النادي الاهلي بالظبط انا عايز اقول ايه ان اللعيبه الكبار دي ليها حب عند ناس موجوده لازم تفضل الناس فاكرينها لكن لما هينتقل النهارده النادي الزمالك وحصل ان الزمالك خسر هو خسر الزمالك كسب هو خسر شعبيته وجماهير النادي اللي كان بيلعب فيه بالظبط وفي نفس الوقت هو مش هيعمل جماهيريه ثانيه مش هيلحق يعمل اضافه مش هيلحق يعمل اضافه فهو ده اللي انا عايز اقوله فعشان كده انا بقول وبعدين إيه؟ احنا مش عارفين النشاط الرياضي هيكمل ولا مش هيكمل ما ولا مش عارفين احنا عايزين نرجع في الاول في الاخر عايزين نقول دول حبايبنا ولاعيبه كبار واتمنى ان هم يفكروا صح انت فاهم على اساس ان في الاول وفي الاخر ان هو لو لعب سنه او اتنين زياده مش هتفرق لو عايز تلعبهم العبهم حبا بالكوره مع فريق عنده طموحات زي مثلا ايه بيراميدز
زي الاسماعيلي، زي الفرق اللي هي ممكن تشارك معاها وعايز تأدي شويه من حبك للكوره، لان طول ما انا في الملعب وعايز عايز العب. انا ما انا كنت وانا ببطل كوره ما كنتش عايز العب. انا اسال الكابتن، كابتن هشام بقى معانا صريح في الاجابات. طب ثواني بقى ناخد ده، هو سؤال في لحظه. يعني انت بتقول لاحمد فتحي كمل في الاهلي، طب حل الازمه اللي هو فيها دي؟ طيب معاك كابتن، كابتن مدحت صالح حكم. كابتن مدحت حكم اتفضل يا كابتن مدحت. اهلا وسهلا. عليكم السلام يا كابتن مدحت، مساء الفل عليك. سلام لحضرتك وكابتن هشام ياكن وكابتن محمد رمضان اللي زعل منه، بس مش مشكله بحبه بقى. لا هرضيك بعد الحلقه. انا عارف انت زعلان ليه، بس اعذرني، بس اعذرني الجديد. الله يخليك ما شاء الله. الله يخليك كابتن مدحت. اتفضل يا كابتن مدحت. حاجة تشرف، ودايما ان شاء الله في تميز يا حبيبي وتفوق ان شاء الله. طب ممكن نوطي صوت التلفزيون بس يا كابتن مدحت؟ بس مع كابتن هشام كان عندي يعني اختلاف بسيط جدا بس. اتفضل قول. يا كابتن هشام، يعني انا شفنا الكابتن رضا عال وكابتن جمال الغندور وكابتن حسام حسن. جمال عبد الحميد مش جمال الغندور. الاهلي والزمالك او العكس يا كابتن، ما شاء الله عملوا تاريخ كويس وعملوا اداء كويس، ويعني ايه المشكله مع احمد فتحي يجي الزمالك او العكس لو حد من الزمالك مميز يروح الاهلي؟ ايه المشكله؟ يمكن يجي يضيف حاجه، ايه المشكله؟ رضا عبد العال يا كابتن ده عصر الاحتراف اللي احنا فيه دلوقتي، مش مشكله. وطلب برضه رجاء بسيط جدا لكابتن هشام كان برضه، يعني اتمنى وجود حضرتك في نادي الزمالك، يعني يا ريت سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول، يعني بجد حضرتك خساره جدا ان انت مش موجود. انا عارف الظروف بتحصل في النادي، بس انا اتمنى اشوفك، لان انت شخصيه محترمه واي حد يتمناك في اي نادي. حبيبي الف شكر يا كابتن مدحت، وكابتن هشام يرد عليك. وبعتذر لك، وبعتذر لك، كان في ما بيننا حلقه امبارح بس انا اجلتها لظروف ما، والاسبوع الجاي طالعين مع بعضينا، فاعذرنا كابتن مدحت الحكم الدرجه طبعا كابتن مدحت يعني قال هو كلمتين. حكم اه طبعا عارف. حته انتقال لعيبه الزمالك والاهلي للانديه المعارضه لما يكون في السن الصغير اوكي، لكن لما اكون وصلت لمرحله كبيره ان انا تعديت ال 35 سنه، ها النهارده ما ينفعش اجي اروح عشان اثبت وجودي في وسط برضو عمالقه ما هم موجودين. اللي عايز اقوله ايه؟ ان المنافسه هنا هتبقى صعبه. انت فاهم يا محمد؟ ان انا النهارده اجيب لعيبه الاهلي يجي يثبت وجود النهارده احمد فتحي مش هيلحق يعمل تاريخ في الزمالك زي اللي عمله في الاهلي. بالظبط مش هيلحق. فعشان كده انا بقول ايه، هو دي النقطه، اذا كان عايز يشارك المشاركه ما تخسرش تاريخ جمهور كبير. بالظبط، ان هو عايز يحس ان هو عايز يأدي لسه كوره او كلام من ده اديها، بس مش مع الفرقتين المنافسين لبعضيهم. عشان كده بنيجي رضا عبد الراح، عبد العال راح وهو صغير، مجدي طلبة راح وهو نجم بيلعب، يعني ما كان صغير برضو، يعني مجدي طلبة، جمال عبد الحميد جه وهو متعور وهو كان لسه نجوميته موجوده، كان لسه في سنه صغير. الاثنين الوحيدين اللي هو حسام وابراهيم كانوا طفره. صح. دي قصه ثانيه، عندهم عضلاتهم ومؤهلاتهم البدنيه عاليه جدا، فعشان كده كمان ما هم عندهم معدل غير طبيعي موجود عند حسام ابراهيم، ودي مش موجوده عند معظم حتى موجوده فيهم هم كمدربين. بالظبط، فهم عندهم قوه غير طبيعيه في ان هم يكملوا. لكن تيجي هنيجي نتكلم على نفس بتاع حد بدني زي حسام حسن وابراهيم حسن، اقول لك لا. بس برضه احمد فتحي بدنيا كويس واقف على رجله. لا يا باشا انا لحد دلوقتي برضه جيت مش عايز اقول بس انا مش هقدر اتكلم على ده عشان ده نفس مركز حضرتك، فانت اكيد تقييمك مختلف بالنسبه لي. حسام وابراهيم عندهم نوع من جواهم حاجه باور عالي جدا اكتر مننا كلنا، فعشان كده ان في دايما اي تجربه لما بتحصل بتبقى صعبه عند اي حد. لكن تعالى بقى نبص رضا عبد العال فين؟ هو راجل محترم ولعيب هايل وكلام من فين؟
مش هو هو معروف ان زملكاوي وزملكاويته واضحه، بس الجماهير منشقه الى قسمين. طيب يا استاذ قسم محمد، معانا الاستاذ ابراهيم من الجيزه. اهلا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسي على حضرتك ومسي على الساده الضيوف كلهم. الله يخليك، تحياتي. انا بس كان عندي يعني عايز بس اسمعوني في حاجه. بالنسبه للنادي الاهلي في سياسه يعني اسمها سياسه الـ 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 الكيد لاي لاعب. يعني دلوقتي انا شايف مثلا احمد فتحي، سواء عبد الله السعيد، حضرتك انت دلوقتي موجود في عصر يعني احتراف للعيبه كره القدم. نقدر نشوف مثلا كريستيانو رونالدو كان في ريال مدريد. طب يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم سامعني؟ الدوري الاسباني ما بقاش استاذ ابراهيم الاول. استاذ ابراهيم والكوره يا استاذ ابراهيم، رونالدو مشي يا استاذ ابراهيم. احنا هنا بنتكلم على الكره المصريه. يعني النهارده النادي الاهلي عايز اي لاعب يمشي من عنده. طب يا استاذ ابراهيم، يدفنه بالحياه. استاذ ابراهيم سامعني؟ طيب يا استاذ ابراهيم، ممكن بس تسمعنا؟ عشان كلمه كيد اللعيبه دي مش هتنفع تتقال. في حاجه انت بتقول احتراف، انا قلت هنا في الحلقه اللي فاتت يا كابتن شريف ان افضل مفاوضات بطريقه احترافيه تمت مفاوضات النادي الاهلي مع احمد فتحي. النادي الاهلي قدم عرض، واحمد كابتن احمد فتحي قدم عرض، الاثنين قعدوا على طاوله المفاوضات، ما وصلوش لاتفاق. خلاص، الف مبروك، ربنا يكتب لك الخير في اللي جاي. احمد فتحي، شكرا للنادي الاهلي اللي انت عملته معايا. وكان الكلام باحترافيه عاليه جدا 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 جدا، ما فيهاش اي كيد. ما حدث بعد ذلك ده اللي نتكلم فيه، عشان ما فيهوش كيد، ولا النادي الاهلي ده ليه دخل فيه، ولا اللاعب ليه دخل فيه. اذا كان حد خارجي هو اللي دخل في الموضوع وبوظ الموضوع، يسأل على هذا اللي خد القرار وهو مش مالكه في ايده قوي. يعني انا كنت، ما انا ما بجيبش اللوم على الكابتن احمد فتحي، لكن انا لو مكان الكابتن احمد فتحي مش هنهي التعاقد مع نادي الاهلي الا اذا كنت مالي ايدي جدا من النادي اللي انا رايحه. علشان يا كابتن ابراهيم، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير قوي، ما يتلويش دراعه. ماشي، اتفضلي يا جنى. طيب يا كابتن، احنا طبعا كلنا عارفين ان اسم حضرتك كبير، وعرفنا برضو ان انت مسكت فريق في الدرجه الرابعه اللي هو فريق اير سبورت، نادي تبع وزاره الطيران. حضرتك عايز توصل بايه للنادي ده؟ معلش نستاذنك يا جنه، كابتن محمد وحيد المدير الاداري النادي اللي حضرتك بتدربه. السؤال يا استاذ محمد. اهلا وسهلا يا فندم. وسموك. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا محمد؟ اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا محمد. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ حبيبي الله يخليك. بتفرج على حضرتك فقلت اخش اعمل مداخله عشان منورنا. منورنا عشان الكورونا. ها منورنا عشان الكورونا المدوره. مساء الخير للاستاذ طبعا. ازيك يا حماد، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ طبعا انا بتكلم النهارده كمشاهد مش كحماده اللي شغال مع حضرتك او اي حاجه زي كده. كابتن هشام يكن تاريخ وشرف لاي حد انه يتكلم معاه او حتى يتصور معاه او حتى انه يسلم عليه. بس كابتن هشام يكن وكابتن يكن حسين يعني واخدين تلتين بطولات الزمالك، فده التاريخ نفسه، محدش هيقدر يمحي التاريخ مهما طال الزمن. الله يخليك يا حماده، تسلم يا حبيبي. انت ايه؟ وطبعا عايز ابارك لحضرتك بقى بمناسبه ان احنا على الهوا على المجهود الفظيع اللي حضرتك عملته مع نادي ايرو سبورت. ده لسه بتسالني السؤال ايه الانسه الانسه جنى بتسالني السؤال دلوقتي على ايرو سبورت يعني حالا؟ لا وانت داخل عليا. طيب كابتن، ما حدش يعرف التجربه. طب ادي واحد من الناس اللي شغالين معانا، وبصراحه يعني شغال اداري كويس جدا معايا، و يعني نشط جدا قوي حماده. الدور اللي احنا عاملينه السنه دي انت ايه رايك فيها حماده؟ طبعا اي حد في الدنيا ومش رياء او مجامله ما كان هيقدر يشتغل في الظروف بتاعه النادي السنه دي اللي حضرتك طبعا عارفها والناس القريبين مننا عارفينها. حضرتك يعني زي ما بيقول عملت من الفسيخ شربات، يعني عملت المستحيل، انجاز يشبه الاعجاز. وده مش يعني انا مش بجامل في الكلام حضرتك، ده اقل حاجه للوصف اللي حصل السنه دي مع فريق ايرو سبورت. احنا السنه دي يمكن عشان تكمله للصعود قريبين من الصعود. يعني احنا وزاره الطيران على فكره يا جنى، يعني بالنسبه لوزاره الطيران حبت انها تعمل فريق الموسم ده، وهم يعني جم عرضوا عليا، وانا كمدير فني ممكن اكون الدرجه بالنسبه لينا صعبه، لكن
انا حبيت ان انا اخد التجربه دي عشتها بشكل جميل. ابتديت انقي الجهاز الفني اللي هم يقدروا يجيبوا لي اللعيبه اللي فعلا تقدر تشارك. لما جم وزاره الطيران المدني قامت بالدور وابتدينا ننشا فريق، عملنا اجراءات مشاركه الفرق في الدوري مع الاتحاد. كان ظروف صعبه قوي قابلتنا، والحمد لله بفضل الله طبعا الدكتور زكريا وانا طبعا على راسهم طبعا رئيس النادي اللواء هاني علي هاني معانا في الموضوع، ان هم يعني مخصصين لي كل النادي لصالح ان احنا نعمل فريق حلو للبتاع ده. فابتدينا اشتغلنا على هذا الاساس، ابتدينا نجيب جهاز فني، جبت معايا منهم محمد وحيد اداري، قدر معايا مجموعه جهاز فني، قدرنا نجيب مجموعه لعيبه ببلاش جايين على 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 وضعي يعني. طب معلش الف شكر يا استاذ محمد. اتفضل. انا هكمل معاك بعدين. فطبعا يعني على اساس ان السؤال ان انا ايه طموحي والحاجات دي كلها، عملت فريق من لعيبه ببلاش. طب هل يا كابتن الفريق صعد للدرجه الثالثه؟ ما هو احنا صعدنا السنه دي، ما احنا اشتغلنا على الشغل ده طول السنه الى ان صعدنا الترقي. احنا عندنا مرحله لسه يعني هنوصل لها اللي هي الدرجه الثالثه، وبعد كده الثالثه والثانيه ونطلع الدوري ممتاز. يعني احنا سنتين سنتين بالظبط. ودي المتهيألي أول مرة يبقى للطيران المدني فريق في ال طبعا. فأنت النهارده لما تيجي تبص تلاقي النهارده وزارة الطيران عاملة نادي عالمي. عالمي. حاجة نفتخر بيها كلنا. وتيجي النهارده هشام يكن يمسك الفريق ده في الدرجة الرابعة وصعد بيه لأكتر بتاع، طبعا طفرة كبيرة جدا حصلت. يعني أنت الطبيعي ان المدربين في الدرجه الرابعه يعني ما بيبقوش النجوم بتاعه الكوره. يعني معظمهم يعني بيبقوا لعبوا في الانديه الصغيره والكلام من ده. انا حبيت اخد التجربه دي وابتديت اعمل لعيبه، جبت لعيب الكوره وضبطتهم واشتغلت معاهم، عملت معاهم نواحي خططيه، اشتغلت معاهم فتره طويله. الولاد تعبوا معايا بصراحه، عملوا مجهودات. عندي كام لعيب كويس قوي، كويسين جدا، هقدمهم قريب ان شاء الله في الموسم اللي جاي. ابتديت اشتغل على الحته دي، وبعد كده عملت بطوله مباريات يعني عايز تحت ظروف صعبه جدا يعني مقابلات كل حاجه، لكن قدرنا كمجموعه لعيبه بالظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. خلي بالك ان اللعيبه المستوى المادي بتاعها ضعيف جدا جدا، لكن وزارة الطيران يعني بتحاول توفر لنا أحسن حاجة. عندي ملعب على أعلى مستوى، عندي صالة جيم على أعلى مستوى، عندي مبنى على أعلى أعلى مستوى. النادي بصراحة موفر لي حاجات كويسة، ويمكن مع الوقت لما النادي ده هيتعرف كنشاط اجتماعي ويتعامل بتاع ده. لأن عايز أقول لك أنا كده لو رحت النادي ده كأعضاء ناس راحت تروح النادي هتنبسط. حمامات سباحة ايه، ملاعب كورة وطايرة وصلة وباسكت وكل حاجة مرعبة. يعني النادي ده لازم يكون درجة دوري ممتاز، يعني انا يصنف. عشان كده انا بقول ايه، الله، هو انت النهاردة تلاقي في فرق بتلعب في الدوري العام ما عندهاش نادي، ما عندهاش ملعب، صح؟ انت فاهم؟ انت صح. عندك نادي غير طبيعي، وعندك وزارة محترمة بتدير هذا المنظومة، وعندك ناس شغالين على أعلى مستوى في إدارة الأندية، فمعاك ناس متخصصة في بتاع ده. رئيس النادي عندنا اللي هو علي حاجة فوق الممتاز، الدكتور زكريا رياضي كامل يعني. رياضي من الدرجه الاولى، لاعب باسكت سابق وراجل متخصص في اداره الانديه. كابتن هشام كان عمل اعلان للنادي المفروض وناقص بس يقول لك العضويه فيه بكام. لا 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 لا
لا لا لا لا لا انا عايز اقول لك ناخد عدويه مجاني بقى تعالى لا انا بقول لك ان 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 ده بوريك عظمه لا 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 جميل جميل ان انت بتنسب الحق لاصحابك يعني انا عايز اقول لك الناس جدا الناس انت ضيعت عليا سؤال كنت عايز اساله لك هل انت داخل تغامر في نادي درجه رابعه فانت جاوبتني اجابه كافيه تخليني ما اسالش السؤال لا انا عايزه على السبوره لا انا عايز سؤال ثاني انا عايز الصور لو حضرتك عرض عليك فريق درجة أولى أو درجة تانية أو درجة ثالثة اللي أنت إن شاء الله تصعد لها هل ممكن تضحي بمكانك في لا أنا بعمل تاريخ أنا يعني إذا كان يعني النادي هيبقى ليه ظروفهم هم عايزين يغيروا بقى بعد كده أو الكلام من ده دي حاجة بتاع لكن أنا داخل إن أنا أعمل تاريخ للنادي عايز أرمي أساس يتقال في الآخر زي ما في يوم من الأيام فلان فلاني في نادي الاهلي عمل نادي الزمالك عمل انا بعمل تاريخ للنادي ايرو سبورت بعمله لان وانت هو ده اللي انا بحاول ان انا اشتغل عليه الفتره دي في فقره طب لا ثواني بس هو قال في في, في اسئله شخصيه بقى نسيب الطاوله طب انت جنى ما قالت ايه السؤال اللي عندك عايزين نعرف ايه اكتر اكله بتحبها وايه اكتر اكله بتعرف تعملها هو ده سؤال شخصي ده شخصي ملناش احنا دعوه بيه بعدين انت احلى اكله بحبها صينيه البطاطس طيب هو صينيه البطاطس والاكله اللي بتعرف ما هو لازم باللحمه لا بالفراخ خلاص بالفراخ هي تعرف اكتر منا طب والاكله اللي انت بتعرف تعملها اكره بعرف اعملها بعمل فول وبيت مش في المطبخ خالص ما ادريش لا ده انا طول النهار الايام دي في المطبخ بس بقى لي بعمل بتاع الكلام كلنا في المطبخ كلنا هزر في المطبخ طيب في لا. ايه تاني في اسئله عندك خلاص طيب. في بقى بس بالصراحه اللي احنا متعودين عليها في الحلقه صوره وهنقول تعليق عليها من قلب كابتن هشام كل صوره هتظهر تقول له رساله او تقول له هشام ياك انا اهو هاتوا الصوره يا شباب كان بيلعب وحش هاتوا الصوره قلت لحضرتك من اقوى المدافعين اللي جم مصر يا كره تعدي يا اللاعب يموت يعني هنا الصوره دي انا مبنبص هاتولي الصوره يا شباب ده كاسكارينو كاسكارينو بتاع يا قدامك هنا يا كابتن الصور فين اهو انا شايل كاس افريقيا على فكره ما انت ما سالتنيش بقى اسئله في الزمالك طيب. ايوه ثواني ارجع الصوره اللي قبلها ارجع اللي قبلها يعني الصوره شامية كان يحتفل بعودته ولا رساله من حضرتك للصوره طبعا زوجتي العزيزه طبعا سحوره طبعا يعني مشاكل وخلصت والحمد لله طبعا يعني طبعا عاشت عمر طبعا ربنا يخليك المهم جاي لك من فريق الاعداد شيرين كمان تهنئه خاصه حبيبي الله يخليك تسلمي طبعا وهي نجمه فعلا يعني نجمه عالميه ونورتنا وكل الصوره دي كاس افريقيا كنت كان في 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 ساحل العاج واخدناها من بتاع افريكا سبورت تاني بطوله يعني اخدناها كانت في افريقيا انا اخدت ثلاثة افريقيا على فكره والثلاثة هم على نفس الكاس ده وحصلت على انا اللي احتفظت بالكاس ان شاء الله اللي بعدها شباب ده تقريبا حسام حسن ابراهيم ابراهيم حسن ابراهيم حسن ابراهيم حسن اخواتي طبعا توأم لان هم 10 8 عيد ميلادي نفس التاريخ 10 8 نفس التاريخ احنا طبعا يعني انا طبعا هم يعني وحشني جدا طبعا لكن حسام ابراهيم من الناس اللي انا بحبهم جدا يعني ده تقريبا منتخب 90 ده منتخب ده في كاس العالم في ماتش ايرلندا ده ماتش ده كابتن الجوهر كابتن الله يرحمه صاحب فضل طبعا على الكره المصريه الاول وعليا انا عايز اسال سؤال بقى على الكابتن الجوهري إيه؟ انا كنت بتلعب في نادي الزمالك وبتلعب مع المنتخب كان التكتيك والخطط مختلف عن اللعب في نادي الزمالك وعن المنتخب لما اخذنا كابتن الجوهري طبقنا الخطه بعد كده كزمالك ادينا نفس الخطه النواحي الخططيه بعد كده يعني خطه منتخب مصر اتطبقت بعد كده يعني حضرتك بتاكد المقوله من ادخل الخطط اللعبيه دخل مصر كابتن الجوهري الخطط هي مش خطه دفاع على فكره ده خطه هجوميه اللعب خطه اللعب خطط عامه ان هو بدا يلعب بخطه انت كنت بتلعب في الوقت الاولاني كنت بتلعب 4 3 3 اول ما طلعنا لعبنا 4 3 3
وبعد كده عدلناها ل 3-5-2 او 3-5-2. على فكره معظم اللعيبه اللي لعبت باك رايت بعد اربعه هتلاقيهم كلهم نص ملعب، يعني حسين عبد اللطيف انت فاهم؟ مثلا تامر عبد الحميد لما لعبوا بخطه 4-4-2 لما لعبنا 3-5-2 لعبنا 3-5-2 محمد وقتنا خلص. لا معقوله؟ طب قول لي سؤال انت بقى. طب قول لي اخر سؤال. سؤال بتحبني قد ايه؟ قد كده. طب عشان الجماهير بقى تعرف السؤال ده جنة. جنة تبقى عرفي انت بقى. انا بابايا هشام مربي طبعا. ربنا يخليها لك ويحفظها لك ربنا يخليها لك يا كابتن. انا سعيد جدا بالحلقه دي معاك، جدا جدا تحياتي ليك، وانا من اكتر الناس اللي فرحانه ان انا كنت معاك وبسالك اسئله. ومعلش كانت الاسئله بتاعتنا صعبه شويه انا عارف، لكن انت نورتني جدا جدا جدا. طب ثواني يا كابتن محمد، ما نقدرش بالتليفون ده ما ناخدوش. مدام سحر على التليفون. ايوه مدام سحر. ازيك يا مساء الخير يا استاذ شريف. ازيك؟ ازيك وازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا ماما؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا هشام؟ اهلا. ازيك سحور عامله ايه؟ اتاخرت ليه؟ انت وجنة. جنة مالا تقول لك ازيك يا ماما وانت مش سامعاها؟ لا ازيك. ازيك يا جنة؟ ازيك يا ماما؟ انتوا منورين الدنيا والله، والحلقه تجنن. بس احنا كنا عايزين يعني الحلقه تبقى فيها صور وحاجات لكابتن ياكن اكتر من كده. كابتن ياكن كبير مش ياكن صغير. يا مدام سحر، يا مدام سحر. كابتن ياكن ده رمز مش محتاج صور عشان الناس تشوفه، ده في القلب على طول. يا استاذه سحر، كنا عايزين بس عيد التاريخ كده للزملكاويه، الناس الزملكاويه المتعصبين. بتتكلم على الزملكاويه مش علينا يا شريف. طب انت اهلاويه يا مدام سحر؟ لا بس يعني بس عندها روح رياضيه، وهي قالته قبل كده في الحلقه دي. قالت ان اهلاويه عندها روح رياضيه. الكابتن يا كان خارج الموضوع اصلا يعني. ربنا يخليكم لبعض استاذه سحر، وبالتوفيق دايما ومنتظرينك اعلاميا. الله يخليك يا استاذ محمد، انتوا منورين الدنيا والقناه جميله والبرنامج جنن والاسئله روعه وكله زي الفل. حلقه جميله يا مدام سحر. نعم مدام شيرين بتبارك لك على الهوا. شيرين طبعا حبيبتي، طبعا حبيبتي الاعلاميه الجميله، طبعا صديقتي وحبيبتي شيرين. ميرسي يا شيري، وربنا يبارك فيكي حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. ألف شكر يا مدام سحر. وكلمة أخيرة من الكابتن هشام لحضرتك دلوقتي. هقول لها إيه؟ غششك غششك يا كابتن هشام. جاهزة للطبيب؟ ده ما شاء الله قاعدة بقالها من ساعة ما الكورونا جت وإحنا قاعدين بناكل مكرونة. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم. كانت حلقة جميلة يا كابتن هشام، وسعدتنا، وان شاء الله نتكرر في مرة تانية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وسعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. ألف شكر.